ايه ده؟ مش ده برج القاهرة يا جدو؟ هو فعلا، بس ايه اللي حصل له ده؟ فين الكورة؟ يا عم ايه ده ما خدتش حاجة؟ وجهة الكورة؟ والله ما خدتش الكورة ايه دول يا ابني؟ دي شكلها مخلوقات خرافية، غالبا دول اللي هيحتلوا البلد يا جدو، بس امتى يا ترى؟ طب ما تحاول تعرف لنا احنا سنة كام؟ وانا هعرف ازاي يا جدو في المفرمة دي؟ يبقى هلا بينا من هنا بدل ما نتاخد في الرجلين بجد. الجهاز هنك تاني. يا نهار اسود عليا. طب يلا يلا نجري من هنا. مام مام اكل مام والعب كورة، اكل مام والعب كورة. احنا ضيعنا يا جدو. والعب كورة. ضيع ازاي؟ انت نسيت انت مين؟ انت سوبر هنيدي. سوبر ايه وزفت ايه في اللي احنا فيه ده؟ افتكر كويس. اكل مام والعب. افتكر يا سوبر هنيدي. افتكر كويس انك بطل مصر. اكل مام والعب كورة. مام مام اكل مام والعب كورة. ولا يا مامي يا مامي الحقيقي. عارفين؟ وربنا لو الكورة جت تاني لقطعها. ياما ياما الحقيقي ياما. يا نهار اسود، 3907 يا جدو، ما بقاش فيه بشر. الأجهزة اللي مالت حياتنا هي اللي انتصرت وبقت تتحكم في كل حاجة. احنا لازم لما نرجع ننبه الناس يرموا الأجهزة اللي بقت موجودة في كل شبر. مش لما نرجع الأول. هنرجع هنرجع إن شاء الله هنرجع. جدو جدو يا نهار اسود، زمان الجودزيلا راح ينده اصحابه وهيجوا يقرقشوني. جدو